من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة، فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم أخواننا إلى لقاء يتجدد وهذه القراءات الرائقات النافعات. وقع اختياري في هذه العشية الكريمة على كتاب لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى، وعنوانه التنوير لإسقاط التدبير. ومراده بالتدبير أي أن لا يعول الإنسان على تدبيره ويحصر الأمر بفطنته وعمله، فالأمر كله مقضي، والله تبارك وتعالى كتب شؤون عبده وهذه الخلائق من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الكتاب مفعما بالكلام عن شأن في كثير من الأحيان يتردد فيه الناس ويقلقون، وهو شأن الرزق وتدبير المعايش. فجاء في بعض كلامه في هذا الكتاب إلى الآية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقعت على هذه القطعة وهي نافعة جدا في هذا الأمر. يقول رحمه الله بأن هذه الآية تضمنت فائدتين: الأولى أن الخلق والرزق مقترنان، أي كما سلمتم لله أنه الخالق من غير دعوة منكم للخالقية معه، كذلك سلموا له أنه الرزاق ولا تدعوا ذلك معه. إننا في كثير من الأحيان نعول كما قلت على اجتهادنا، ونظن بأنه ما دام هناك سبب إذن لا بد حتما واضح لازم على الرب تبارك وتعالى أن يقع ذلك الناتج أو أن تقع هذه النتيجة. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فكما أنه هو الذي تفرد بالخلق هو الذي تفرد بالرزق. وهذا الأمر يقلق كثيرا من الناس ويترددون فيه، وهم في طلب أرزاقهم حائرين، وهو عليهم دائر من الرب الكريم. هو في طلبه حائر وهو عليه دائر، فلتطمئن هذه النفس على موعود الله تبارك وتعالى وعلى ما تضمن جل جلاله: ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. يقول الإمام رحمه الله: كما انفرد فيكم بالخلق والإيجاد، كذلك هو المنفرد بالرزق والإمداد، فقرنهما للاحتجاج على العباد ونهيا لهم أن يشهدوا رزقه من غيره وإحسانه من خلقه، وأنه سبحانه كما خلق من حيث لا وسائط ولا أسباب، كذلك هو الرزاق من غير أن يتوقف رزقه على واسطة أو وجود سبب. هكذا ينص أهل المعرفة تطمينا للناس وزيادة للثقة بما أخبر رب الناس تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
والكلام على الرزق يطول، وهنيئا لهذه النفس التي اطمأنت على موعود الله عز وجل، ما دام الرب تبارك وتعالى هو الذي خلق إذن هو الذي رزق، فهاتوا خالقا غير الله يكون رازقا. ما عرفنا أحدا ادعى ويدعي أنه هو الذي خلق العباد وقدر أرزاقهم. الله وحده جل جلاله هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالرزق، وما يأتي عن طريق الوسائط فكلها أسباب، والله هو الذي قدر وهو الذي أكرم وهو الذي لا يزال يكرم. فنسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا طمأنينة على ما قضى وكتب، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. من حاز العلم وذكره صلح الدنيا وآخرته، من حاز العلم وذكره صلح الدنيا وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياته